الكلام اللي بقوله لكم الحين في اثنين لازم يشهدون عليه ويركزون معاي كلمة كلمة، والاثنين انتو ركزوا معاي عدل وفهموا انا ايش اقول لكم. خير العراب، تفضل يا اخوي نسمعك. التحدي اللي انا حطيته حق عيالي انا ابي ينتهي عن قريب. انا حاسس اني انا اذا لا سمح الله صار فيني شيء على الاقل ابيكم انتو تكملون المسيره وبعدين تقولون حق عيالي منو عراب البيت الجاي. بسم الله عليك الله يهديك، ايش حق تفول على نفسك؟ ليش تقول كذي؟ الكلام هذا لازم ينقال اختي، لازم ينقال. خلاص انا تعبت وبرت، بس انا ما راح اسمي العراب الجديد يعني، ولا راح اقول حق احد شيء الان خصوصا لهم، الا بعد ما تنتهي سالفه حصه ومحمد بعدين. بس انتوا لازم تعرفوا، لأن اللي بيمسك العراب الجديد لازم تكون عنده مقدرة إنه يساعد الناس، يوقف معاهم، يلبي طلباتهم، يلبي احتياجاتهم. لازم. فوق هذا أنا بعطيه الحساب الذهبي. يعني تعطي صلاحيات حق كل الموجودين العراب؟ أنت تدري كم في الحساب؟ أكيد أدري حسابي، شو ما أعرف كم فيه. أدري إن حسابك، بس الحساب فيه تقريبا اكثر من 80 مليون دينار. ايش معناته هذا؟ معناته المبلغ هذا راح يعمي بصيره اي واحد من عيالك. يوسف، مبلغ مثل هذا ترى ممكن يضيع بقرارات طايشه. ابوي الله يرحمه لما اعطاني لقب العراب اعطاني نفس الصلاحيات. هذه شغله متوارثه، متوارثه موجوده عندنا في العائله. يدي اعطى ابوي، ابوي يعطيني انا، انا اعطي عيالي. والله لو بتسألوني منو ببالي أنا أو اللي أتمنى أن يكون عراب البيت الجاي، أقول لكم بصراحة بنتي حصة، بنتي حصة تستاهل. بس بعد ما ردوا أخواني الأمور تغيرت، المعطيات كلها صارت غير، ما أدري صارت السالفة أن لازم يكون اللي يمسك العراب ريال على الأقل، يعني عنده حزم، عنده حسن تدبير، يساعد، يوقف، إيده مفتوحة، يحب الفقارة، يحب المحتاجين، يساعدهم. بيني وبينكم وشهدوا على كلامي، أنا أعتقد أن عراب البيت الجاي ولدي بدر.